السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت، وبعتذر لكم قبل ما نبتدي كلامنا في اي حاجه لان الفيديو النهارده ممكن ينزل لكم شويه متاخر. انا لسه جايه البيت من شويه، ما يعني ما بقاليش حاجه، يعني يا دوب غيرت كده وشربت فنجان قهوه وقلت لازم اطلع بقى اعمل لكم الفيديو. كنت عند بطوط طبعا احتفالا بعيد ميلادي، شهيصتنا النهارده وضربنا محشي وبط وحلويات. لما ما اقولكوش بصوا البيجامه بقت عامله ازاي، ما اعتقدش ان في بيجامه بعد كده تدخل عليا، يعني خلاص انا متهيألي ان انا بعد الاكل اللي اكلته النهارده ده انا زدت 3 اضعاف. وبالنسبه للبطوط ما تقلقوش من حاجه خالص، على راي الملكه ماما ان شاء الله جايه كمان كام يوم باذن الله، لان اخواتي انتوا عارفين لما بيصدقوا يلاقوها، فقعدوا عندها كام يوم وجايه لنا ان شاء الله، وتلاقوها قاعده مأنساني هنا على الكنبه. فالمهم يا جماعه، لقيت بقى كميه حب منكم والله العظيم كبيره جدا جدا جدا، ما اقدرش اوصف لكم. انا مش عارفه اشكركم بايه، ان كلكم عمالين تهنوني بعيد ميلادي وكل سنه وانت طيبه يا رباب وعقبال مليون سنه. وطبعا اللي حطولي على المنتديات واللي كلموني على التليفون، ندى في المانيا ومفياض والملكه طبعا وناس كتير جدا، ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرم منكم. المهم جالي رسائل برضو كتير على الخاص، ناس هنوني بعيد ميلادي وكده، ومن ضمن الرسائل قالت لي رباب بالله عليكي اوعي تتجاهلي رسالتي، ده فوق المليون مره انا ابعت لك. فقلت ايه ده، في ايه كل ده عشان تقولي كل سنه وانت طيبه؟ فقلت يعني لا ده يعني لا ده في حاجه بجد، ايه ده في ايه؟ فقلت افتح الرساله دي تحديدا لان بدايتها كانت كده، انا بتشدني قوي بدايات الرساله من قبل ما افتح جوه الرساله في ايه. فلقيتها بتقول لي كده، دخلت قلت خير خير ايه اللي حصل؟ قالت لي اطلعي فوق شويه كده، اطلعي فوق للرسائل فوق، انا بعتلك كتير جدا وحكيالك على حاجه انا لازم اخد رايك فيها، انا مش عارفه اعمل ايه، انا الدنيا صدف في وشي. قلت صدف في وشك يوم عيد ميلادي؟ يا حظك يا ارمط، اصل انا يا جماعه انا محظوظه، انتوا عارفين ارمط دايما ماسك في ايديه القطه سودا. فقلت لها خير خير ايه اللي حصل النهارده؟ انا طبعا خلاص بقى يعني فقدت الامل ان هي تقول لي كل سنه وانت طيبه، يعني واحده الدنيا صدف في وشها تقول لي كل سنه وانت طيبه؟ ما علينا. قلت لها في ايه؟ ايه اللي خلى الدنيا صدف في وشك؟ قالت لي انا اتجوزت وانا صغيره جدا. قلت ايوه بدايتها كده مش مبشره بالخير. اتجوزت وانت صغيره كام سنه؟ قالت لها 15 سنه. 15 سنه؟ يعني انا صعقت من السن بصراحه، 15 سنه؟ قلت لها انت اكيد في الفلاحين او كده، اكيد مش في القاهره. قالت لي لا انا في بلد من الصعيد. قلت لها ايوه هي كده بانت. وبعدين جوزوكوا وانت صغيره ليه؟ قالت لي كان عريس ما يترفضش وانسان كويس جدا واهله كويسين وعنده بيته وعنده شقته ووالدته ساكنه تحتينا وكل حاجه، يعني ما فيش حاجه فيه تتعيب. فاهلي قالوا لي لا ما فيش رفض. قلت لها ما كملتيش تعليمك؟ قالت لي يعني بعرف اقرا واكتب والكلام ده كله، لكن يعني بقيت تعليمي لا بصراحه. قلت لها ايوه وبعدين؟ قالت لي يعني عملنا ورقتين كده زي ما بنعمل وقالوا لما اوصل لسن الرشد ومش عارفه هيبقوا يكتبوا رسمي. قلت لها وصلتي؟ قالت لي لا يعني انا بقالي لغايه دلوقتي 4 سنين متجوزه. قلت لها يعني لسه ما وصلتيش ال21؟ قالت لي لا. قلت لها طب خير ايه اللي حصل؟ ايه اللي مخلي الدنيا صدى في وشك؟ قالت لي انا اتجوزت راجل كويس جدا وبيعاملني حلو جدا جدا جدا، وامه ست يعني على كرسي ليه يعني قاعده، فيعني انا بنزل اشوف طلباتها وبتاع، لكن بصراحه يعني ست كويسه جدا معايا وبتعاملني اكنها امي. قلت لها طب ما حلو كده، يعني الدنيا كويسه اهي معاكي، جوزك كويس وحماتك كويسه، ايه اللي خلي الدنيا صدى في وشك؟ قالت لي لا اللي مخلي الدنيا صدى في وشي ان انا جوزي مش قاعد معايا طول السنه، انا بيجي لي شهرين في السنة وبقيت السنة كلها مسافر عشان يجيب مصاريفنا ومصاريف والدته ومش عارفة ايه، فطول السنة متغرب وبينزل لي شهرين بس في السنة، وطول السنة انا قاعدة في شقتي يا اما قاعدة تحت مع والدته. انا هنا تنحت بقى، ايه الجوازة العجيبة دي؟ دي جوازة مع ايقاف التنفيذ، شهرين في السنة؟ قلت لها انت مخلفة منه بتاع؟ قالت لي لا ما ربنا ما ارادش ان انا لغاية دلوقتي احمل.
فيعني انا قلت شهرين في السنه صحيح، هتخلف امتى دي يعني؟ ده يا دوبك يقول لها سلام عليكم ويقوم مسافر، يعني شهرين في السنه؟ فقالت لي اه. قلت لها طب برضه هي دي مشكلتك يعني ولا ايه؟ قالت لي لا انا مشكلتي بقى اكبر من كده بكتير. قلت لها ايه تاني المشكله؟ هي متهيألي دي اكبر مشكله هتبقى عندك. قالت لي ما هي مشكله غيابه هي اللي تسببت في المشكله اللي انا فيها دلوقتي. قلت لها اه. قالت لي انت لو مكاني هتقعدي طول اليوم تعملي ايه؟ قلت لها لا انا يعني لو مكانك مش عارف، بس انت لا طبعا لا كملتي دراسه ولا اشتغلتي ولا عندك عيال تنشغلي فيهم ولا عندك جوز تنكدي عليه، صحيح هتقعدي تعملي ايه؟ قالت لي بدات ان انا امسك بقى الفيسبوك واقعد اقلب ومش عارفه ايه، وهنا بقى وزه الشيطان. قلت لها ايوه ايه اللي حصل بقى في وزه الشيطان دي؟ قالت لي اتعرفت للاسف على يعني شباب على الفيسبوك، وبدات ان انا اعمل اكاونت او صفحه وهميه، وبدات ان انا اراسل الشباب دي، ويعني نتبادل بقى كلام يعني انتوا فاهمين، ودخلت في علاقات محرمه وكلام من ده، بس على عشات يعني، ما قابلتش حد او ما شفتش حد على ارض الواقع، كله عن طريق الماسنجر والكلام ده. انا بصراحه تنحت يعني، تنحت يعني، ما كنتش متخيله يعني. انا قلت هتضيع وقت فراغها في ايه دي؟ ممكن تكون بتعمل مشاكل مثلا مع الجيران، عامله مشاكل مع والدته، يعني بتروح تقعد عند اهلها، يعني ده اللي جه في دماغي. ما جاش في دماغي ابدا انها توصل للمرحله دي، ويا ريت واحد، لا ده اي حد تقابله تقوم متكلمه معاه على الماسنجر من الاكونت الفيك دون، ويتبادلوا بقى الصور والكلام وانتوا فاهمين الباقي، يعني علاقه محرمه على الشات، لكن محدش قابلها على ارض الواقع ولا كلام من ده. قلت لو بتامني تبعتي صورك والكلام ده؟ قالت لي اه، ما هم ما يعرفونيش ولا يعرفولي اسم ولا بتاع، فعادي يعني هيعملوا بيها ايه؟ يعني انتوا متخيلين العقليه بتقولوا هيعملوا بيها ايه؟ يعني هيعملوا بيها ايه؟ ده ابسط حاجه يعني، هينزلها لك مثلا على النت، واللي يتعرف بقى عن الصوره، شوفي بقى جوزك بره مسافر يتعرف على الصوره، اهل جوزك، اهلك انت شخصيا، يعني يعمل بيها حاجات كتير. لو انت ما رضيتيش بقى تقابليه على ارض الواقع او تبعتي له فلوس يبتزك مثلا او حاجه زي كده، يعني يعمل بيها كتير. ناهيكي عن حساب ربنا بقى وعقاب ربنا والخيانه والكلام ده كله، يعني احنا بنتكلم دلوقتي الاول في جزئيه واحده. فقالت لي لا انا ما فكرتش في الكلام ده، يعني هيأذوني ليه يعني؟ عادي. يعني هي حتى شايفه ان الحياه بسيطه ابسط من ده كله، يعني احنا عملت لهم انا حاجه عشان يأذوني؟ عادي يعني، ما هياش عارفه ان دول ذئاب الكترونيه، حتى هي ما عندهاش حتى الخلفيه او الثقافه دي. انا قلت يمكن يا ربي عشان ما كملتش تعليمها، قلت يمكن عشان السن، في ايه؟ قلت لها طب وجوزك لما بيرجع بقى الشهرين دول في السنه بتعملي ايه؟ قالت لك بغير الخط خالص وبقفل الاكونت ده وبختفي تماما، عادي خلاص بقى بعيش حياتي كزوجه لمده شهرين، ولما يسافر الشيطان يوزني تاني ارجع للكلام دون. ولكن لما باجي اصلي بقيت حاسه ان في حاجه تقيله على قلبي، بقيت حاسه ان انا عامله ذنب كبير قوي، بقيت مكسوفه ان انا احط عينيا في عين ابويا ولا امي، بقيت وانا بشيل والدته وبحطها وبكلمها وبتدعي لي على اللي انا بعمله ببقى مكسوفه من نفسي، لما هو يكلمني على التليفون ببقى خايفه، ببقى حاسه ان انا قلقانه طول الوقت، حاسه ان انا عامله حاجه غلط، حاسه ان ربنا مش راضي عني، حاسه ان ربنا مش هيكرمني ولا خلف بسبب المعصيه الكبيره اللي انا بعملها، حاسه ان انا قرفانه من نفسي. قلت لها انت جبت الوصف المظبوط، انت جبت الوصف الدقيق لحالتك، انت حالتك كده عباره عن جرب، عارفه يعني ايه لما يكون حد جربان ويبقى قرفان من نفسه؟ انت جبت الحاله المظبوطه ليكي. الخيانه مش بس ان انت تخونيه على ارض الواقع، الخيانه مش ان انت تقابلي حد على ارض الواقع، ده الخيانه حتى ان انت تفكري في راجل تاني. يعني شوفي مش هقولك بقى ان انت تكلميه ولا تبعتي له حاجه ولا تقابليه ولا اي كلام من ده، لا ده الخيانه اصلا ان انت تفكري في حد تاني.
هل انت تقبلي ان هو يفكر في واحده تانية؟ هل تقبلي ان هو يعمل علاقه مع حد تاني ما هو اخر قاعد في الغربه لوحده؟ تقبلي الكلام ده؟ قالت لي لا ما اقبلش، بس انا اعمل ايه، انا الشيطان بيبقى اقوى مني وهو اللي بيوزني وببقى قاعده فاضيه ومش عارفه اعمل ايه. لكن بصراحه انا برجع اندم بعد كل اللي انا بعمله ده، وحاسه ان انا بعمل حاجه غلط، حاسه طالما ان انا مخبيه الحاجه دي عن جوزي وعن اهلي وعن اللي حواليا كلهم ومختفيه كده يبقى انا بعمل مصيبه. قلت لها لا انت مش حاسه، انت ده اكيد، ده يعني ده حاجه اكيده، ده مش احساس، انت مختفيه وفاكره ان انت كده لغايه دلوقتي ربنا سترك. طب تخيلي ربنا وقعت في واحد ابن حرام، لان كل اللي بيعملوا علاقات محرمه دول اكيد ولاد حرام، فربنا بقى يوقعك في واحد فيهم يبتزك فعلا، يبعت صورك بقى وينشرها ويعمل ويسوي عشان خاطر يقابلك فعليا على ارض الواقع. برضو العصافير ما فيش فايده، انا جربت والله الوصفه بتاعتكم وحطيت عليهم بتاعه كده بس ما فيش، طول ما هم سامعين الصوت برضو بيصوصوا. خلاص بقى، خلاص بقى نكمل كلامنا، نكمل كلامنا يا جماعه، انا شكلي بعد كده احطهم في البلكونه ولا دماغي. فالمهم قلت لها لا ده اكيد ان انت بتعملي حاجه غلط، وممكن فعلا ستر ربنا يتشال من عليكي وفعلا تقعي في حد منهم يكون ابن حرام وينشر صورك ويبتزك عادي جدا. ويا ما سمعنا قصص عن المواضيع دي وبتبقي انت اللي عملتي في نفسك كده. قالت لي ما انا ما فكرتش بالطريقه دي، انا بس خايفه ان انا يعني اموت في اي وقت على معصيه. قلت لها حلو قوي، يعني انت عندك النفس اللوامه دي اللي بتلومي نفسك على ان انت ممكن لا قدر الله تموتي وتبقى دي سوء الخاتمه بالنسبه لك، او تبقى هي دي اخر حاجه تعمليها في حياتك. قالت لي اه انا خايفه، خايفه ان ربنا كمان ما يكونش بيتقبل مني صلاتي، ما يكونش بيتقبل مني عمل الخير اللي انا بعمله مع حماتي، لان انا باجي اخر الليل بردمه باللي انا بعمله ده في المعصيه طول الليل. قلت لها انت يعني ازاي مواظبه على الصلاه وازاي بتواظبي على المعصيه دي؟ يعني اللي بيواظب على الصلاه ده بيصلي العشاء وبيقرا جزء القران بتاعه مثلا، ولو هيقعد ساعتين ثلاثة يعمل أي حاجة وينام عشان يلحق صلاة الفجر ويصحى يصلي الفجر ويقرأ قرآن تاني ويبتدي يومه. قالت لي لا ما أنا مش بالالتزام ده أوي، يعني مش مواظبة أوي على الفجر ولا على البتاع، يعني بصلي كده عادي، يعني مش ملتزمة أوي يعني. قلت لها هنا بقى مشكلتك، هنا مشكلتك، لو التزمتي بالصلاة الخمس فروض، التزمتي كل يوم بجزء او جزئين من القرآن، التزمتي بعمل خير تعمليه تخرجي تعمليه، او حتى تروحي تقعدي مع اهلك، او حتى ان انت تكملي دراستك، ما انت قاعده فاضيه، اشغلي وقت فراغك، يعني قوي علاقتك قوي بربنا، لان طبعا الصلاه بتنهي عن الفحشاء والمنكر، فلو قويتي علاقتك قوي بربنا وبصلاتك وبقراءه قرآنك وكده لا يمكن ان انت هيبقى عندك وقت للمعصيه. تاني حاجة اشغلي وقت فراغك ده لغاية ما ربنا يكرم وتخلفي، والأحسن من ده كله إن أنت كمان تسافري معاه لو تقدري إن أنت تسافري معاه، سافري معاه وبرضه التزمي بصلاتك وبقرآنك هتنهيكي عن أي حاجة. قالت لي لا سفري معاه غير متاح دلوقتي، مش هينفع، هبقى عبء عليه ومش هنقدر إن إحنا نعمل حاجة. قلت لها خلاص يبقى طالما أنت ملتزمة إن أنت تقعدي هنا وشايلة اسم راجل فكوني قد المسؤوليه، التزمي بصلاتك، تقدري تصومي صومي، تقدري تواظبي اكتر على قرايه القران اقري القران، تقدري تروحي تقضي اكبر وقت عند اهلك اقضي اكبر وقت عند اهلك، ما تقعديش لوحدك، حاولي ان انت ترجعي لدراستك لو ينفع ان انت ترجعي لها ارجعي لها، ادرسي لو تقدري تشتغلي حتى اشتغلي، لو وقتك مع حماتك سامح لك ان انت تعملي حاجات كتير جنبيها، انت بتقولي وقت فراغك كبير جدا في اليوم، فهنا سبب المشكله، هنا فتحنا الباب للشيطان ان احنا قاعدين فاضيين، طب نعمل ايه؟ طب بدل ما نعمل حاجه مفيده تفيدنا لاخرتنا ودنيتنا نروح نخدم ربنا؟ بالعكس، يعني انت لو صمتي هتلاقي ان انت بتحضري الاكل عشان الفطار، بتقري قران قبل الاذان بتاع المغرب، بتصلي الصلوات بتاعه اليوم، مش هتقدري تعملي حاجه طبعا تغضبي ربنا بيها قبل الفطار، وبعد الفطار ممكن تتلاقي في مليون حاجه. ف
فيعني حتى شوفي حاجة بسيطة قد كده ممكن تقفل باب الشيطان اللي انت فاتحاه لنفسك دون. خدي قرار، ما تفضليش مترددة والنهاردة ترجعي وبكرة تروحي، لا، القرار يبقى مرة واحدة. انا لولا توسمت فيها يا جماعة ان هي يعني متضايقة وقرفانة من نفسها من اللي بتعمله وخايفة من غضب ربنا، لولا ان انا فعلا بقى عندي امل فيها ان البنت دي هتتغير. البنت دي مش وحشة، ولا هي يعني تربيتها وحشة ولا بتاع، بالعكس هي مشكلتها في وقت فراغها اللي خلى الشيطان بقى يركب مخها. يعني شوفوا مشكلة بسيطة هي اللي أدت للكارثة الكبيرة، فأنا توسمت فيها الخير. يعني قلت طالما إن هي ما قابلتش حد على أرض الواقع وما عندهاش الجرأة إنها تغضب ربنا للدرجة الكبيرة دي، فيبقى لأ في فرصة وفي أمل كده، وفي بريق أمل للتوبة لو هي شغلت وقت فراغها بالقرآن وبالصلاة وبإن هي تكمل تعليمها وإنها تقضي أكبر وقت عند أهلها، ما تقعدش لوحدها أو حتى تنزل تقعد مع حماتها طول اليوم، ما يبقاش عندها وقت فراغ. هنا هتقفل باب المعصية اللي هي فتحته لنفسها. ده كان رأيي ليها، معرفش انتوا هيكون رأيكم ايه، بس انا ما تحملتش عليها لان انا لقيت عندها النفس اللوامة دي. انا ازاي بعمل المعصية دي؟ انا عمري ما تخيلت ان انا البني ادمة بتاعت بالليل دي اللي بتقفل على نفسها وتبقى خايفة حد يشوفها ولا يسمعها. يبقى البني ادمة دي جواها خير، البني ادمة دي عارفة انها بتعمل حاجة غلط وعايزة ترجع عنها. فربنا غفور رحيم وربنا فاتح الباب للتوبة طالما انتي ما عملتيش المعصية الكبيرة. وطبعا برضو ما تصرحيش جوزك باللي انت كنت بتعمليه، لان انت كده هتبقي دمرتي الدنيا من كل النواحي. لكن اكتفي بتوبتك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وواظبي على الصلاه والصوم وقرايه القران وتقعدي اكبر وقت عند اهلك، هتلاقي حياتك اختلفت 360 درجه. ويمكن ربنا يكرم وتحملي وتخلفي، ساعتها مش هيبقى في حاجه خالص، هيبقى ربنا كرم من كل النواحي. استعيني بالله وابتدي من النهارده والغي صفحه البتاعه اللي انت عاملاها دي وقطعي الخط، واعقدي النيه ان انت لا يمكن ترجعي تاني ابدا للمعصيه دي، وهتشوفي ازاي ربنا هيكرمك فعلا. اكتبوا لها يا جماعه رايكم في التعليقات، وقولوا لها انتوا ايه رايكم في اللي انا بقوله، هل فعلا رايي صح ولا يعني كنت قلت لها مفيش امل ميؤوس منه؟ انا مش شايفه كده. هستنى رايكم، وهي كمان هتقرا رايكم في الكومنتات. وسيبكم من العصافير اللي بتزقزق دي، ما تركزوش معاها. بشوفكم على خير يا جماعة في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.